بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم جيت فور؟ النهارده هنكمل ليسون جميل جدا ريسبيراتوري سيستم. السيستم از ريسبونسبل فور بريزنج، يعني هو السيستم هو الجهاز المسؤول عن عمليه التنفس في جسم الانسان. ريسبيريشن بروسيس، ا بروسيس باي ويتش اير كاري اوكسجين جاز انتو ذا بودي اند جيت رايد اوف اير كاري كربون دايوكسيد جاز اوت اوف ذا بودي. يعني ايه؟ بيقول ان عمليه التنفس او عمليه الريسبيريشن دي معناها ان الهواء يحمل الاكسجين اكسجين جاز علشان يدخل جوه الجسم اند جيت رايد اوف اير يعني ايه؟ وبيطلع بيخرج الهواء الاير كاري كربون دايوكسيد الذي يحمل الكربون دايوكسيد بره جسمي. يبقى عملية التنفس مسؤولة عن ان الانسان الهيومن يدخل اير هواء في اكسجين، ولما يجي يطلع الهواء ده يطلع كله كربون دايوكسيد. تمام. يبقى process by which air carry oxygen gas into the body الأكسجين جاز هيدخل للجسم and get rid of air وبيطلع هواء carry carbon dioxide gas out of the body، بيطلع air مليان أو يحمل إيه الكربون دايوكسيد غاز ثاني أكسيد الكربون out of the body بره جسمي. تعالوا بقى نعرف الـ respiratory system consists of some organs. يعني ايه؟ يعني جسم الانسان فيه حاجه اسمها respiratory system زي ما قلنا. يبقى الجهاز التنفسي في الانسان مكون من بعض الايه الاعضاء. ايه هم الاورجانز دي بقى؟ هم 5. اول حاجه عندي نوز، نمبر 2 عندي فيرانكس وممكن نقول عليه ثروت، ونمبر 3 بنقول تراكيا، نمبر 4 تو لانجز، ونمبر 5 دايافرام. يبقى nose, pharynx, trachea, two lungs, diaphragm. nose, pharynx, trachea, two lungs, diaphragm. طيب how respiratory system works؟ ازاي respiratory system بيشتغل؟ بيقول during breathing air pass from nose، يعني اثناء لما الهواء بيدخل من مناخيري وبعدين يعدي على الثروت، يدخل في منطقه الثروت اللي هي المنطقه اللي تحت وداني اللي هي في التجويف ده، and trachea into two lungs. يعني ايه؟ يعني الهواء بيدخل من المناخير من النوز يعدي على الثروت وبعدين يدخل يعدي على التراكية اللي بتكون في رقبتي دي اللي بنقول عليها منطقة الزور into two lungs اللي هو ايه الرئتين في منطقة الصدر. طب هو بيوصف لك اللانجز اللي هما like two balloons، يعني شبه البالونتين بيتنفخوا بالهواء ويطلعوا الهواء، يتنفخوا بالهواء ويطلعوا الهواء. طب لما بيتنفخ بالهواء بيتنفخ بإير مليان ايه؟ مليان اكسجين جاز. مش احنا لسه قايلين ان الإير اللي بيدخل into the body بيكون carry اكسجين جاز، صح؟ تمام. يبقى during breathing air pass from nose، هيدخل من النوز وبعدين يعدي على الثروت وبعدين بعديها هيتكمل للتراكية ومن التراكية يعمل branches ويوصل لل two lungs. هنفهم يعني ايه branches دلوقتي حالا. The trachea branched into two bronchi، يعني ايه؟ يعني التراكية اللي موجودة فوق دي هتعمل لها branched، هتتفرع لفرعين تو برونكاي زي ايه فرعين كده، كل فرع فيهم اسمه برونكاي. يبقى عندهم ايه؟ تو برونكاي، عندي تو برونكاي. طب البرونكاي الواحده بتتفرع لحاجات؟ اه بتتفرع زي فروع شجر صغيره كده زي ما انتم شايفين. ايه هي؟ اسمها ايه؟ برونكيولز. اسمها ايه؟ برونكيولز. يبقى تاني المسار بتاع الاير وهو داخل بيدخل منين لفين؟ اول حاجه من النوز وبعدين الثروت او اللي نقول عليه الفيرنكس اند تراكيه
وبعدين يوصل للتراكية، ومن التراكية هيحصل لها برانشد، هتتفرع لفرعين. ايه هما؟ تو برونكاي. بعدين البرونكاي الواحدة، كل واحدة فيهم تتقسم لإيه، تتفرع لإيه، برونكيولز. ليه؟ برونكيولز، اتفقنا؟ طب وآخر البرونكيولز دي بيكون في إيه؟ في حاجة زي الكيسة كده، يعني زي الكورة كده، اسمها إيه؟ الفيولاي. الفيولاي بيقول ايه؟ الفيولاي ان لانكس سراوندد ويز بلاد فيزلز. احنا سمعنا كلمه بلاد فيزلز دي قبل كده ساعه البنجوين، وعارفين معناها ان هي الاوعيه الدمويه اللي بتحمل الدم. يبقى بلاد فيزلز كاري بلاد، صح؟ يبقى اوعيه دمويه تحمل الدم، يبقى الالفيولاي ان لانكس، الالفيولاي الموجوده في اللانكس سراوندد، محاطه with blood vessels، بأوعية دموية، to extract oxygen from air. يعني ايه؟ يعني الالفيولاي دي هيدخل لها الاير اللي مليان بالاكسجين، هيكون حوالين مغطي كده، حوالين الالفيولاي زي في الصورة كده، الالفيولاي هيكون متغطية بحاجة اسمها blood vessels، أوعية دموية. البلود فيزلز دي بيكون جواها في بلود، في دم. البلود ده بياخد ايه بقى؟ بياخد ايه من الالفيولاي؟ اكستراكت، بياخد بي بي بيستخلص او بيخرج الاكسجين فروم اير، بياخد الاكسجين من الاير ويروح يوزعه على كل اجزاء جسمي. يبقى تاني، الفيولاي ان لانكس سراوند ويز بلود فيزلز تو اكستراكت اكسجين فروم اير. يبقى الالفيولاي محاطه بالاوعيه الدمويه اللي بيكون فيها الدم علشان تستخلص الأكسجين من الهواء اللي داخل للألفيولاي، اتفقنا؟ تمام. بيقول the blood carry oxygen، البلد بقى اللي كان موجودة عند الألفيولاي، مش احنا قلنا ان الألفيولاي محاطة ببلد فيزلز، وقلنا ان البلد فيزلز دي اللي هي الأوعية الدموية بيكون جواها في بلد، البلد ده مش احنا قلنا ان هو أخذ الأكسجين من الألفيولاي؟ تعالوا بقى نتكلم عن البلد ده. بيقول the blood carry oxygen gas، الدم الذي يحمل ايه؟ الاكسجين. the blood carry oxygen gas to all body، يبقى the blood carry oxygen gas to all body، يعني الدم اللي موجود فيه الاكسجين الغني بالاكسجين هيلف لكل جسمي، يدي بقى كل سيل في جسمي يقول لها خدي اتنفسي الاكسجين اهو، خدي اتنفسي الاكسجين اهو، تمام؟ جميل. طب هو ليه هيوزع عليهم الاكسجين؟ يعني اكسجين زياده فهيوزع عليهم على السيلز؟ لا طبعا، عشان كل سيل تتنفس وتعمل ايه الفانكشن بتاعتها، يبقى بارتس ذات نيد ات تو دو زير فانكشنز، يعني السيلز بتكون محتاجه الاكسجين عشان تقدر تعمل وظيفتها، اتفقنا؟ اتفقنا كده. احنا ايه اتكلمنا عن كل جزء من الريسبيراتوري سيستم ما عدا حاجه صغيره، بس هي مش صغيره، هي كبيره على فكره بصراحه، وليها فانكشن مهمة جدا، الديافرام. الديافرام ده يعني مهم جدا على فكرة في الريسبيراتوري سيستم، ما تستقلوش بيه. A large muscle directs inhalation and exhalation process، يعني هي عضلة large muscle، يعني هي عضلة كبيرة تساعد على عملية الشهيق والزفير، الانهيليشن اللي هي الشهيق والاكسهيليشن اللي هو الزفير، الانهيليشن اللي هو والهواء هو داخل، والاكسهيليشن الهواء هو خارج، تمام؟ يبقى الديافرام a large muscle directs inhalation and exhalation process، بتساعد في عملية الانهيليشن والاكسهيليشن. تعالوا نعرف ازاي. هو قال لي مبدئيا ان الريسبيريشن انكلودز، يعني الريسبيريشن بروسيس بتبقى تتضمن انهيليشن بروسيس واكسهيليشن بروسيس، عمليه الشهيق وعمليه الزفير. الانهيليشن، في الانهيليشن هيحصل ايه للديافرام؟ في الانهيليشن ديافرام اي كونتراكتس داون تو انتر اوكسجين جاز، يعني ايه؟ يعني بيقول ان الديافرام اثناء الانهيليشن هتلاقيه يحصل له كونتراكت داون، يعني هيمتد لاسفل، هيمط نفسه وينزل لتحت. تو انتر اكسجين جاز، عشان يدخل الاكسجين جاز. هو احنا مش احنا قلنا
الهواء لما هيجي يدخل في اللانجز، اللانجز دول هيبقوا عاملين زي البالونة وهتتنفخ. طب بالونة وهتتنفخ يعني هتزيد حجمها، يعني محتاجة حد حاجة تساعدها انها توسع لها المساحة. فمين هيساعدها؟ الديافرام هيبقى جزء في مساعدتها دي، هيعمل لها ايه؟ contracts down، يبقى diaphragm contracts down to enter oxygen gas. وكمان مين بيساعد؟ diaphragm بس اللي بيساعد في الانهيليشن؟ لا، الشيست كمان، الصدر، الشيست سايز انكريز. انت وانت بتنفس تحس نفسك، بحيث نفسك الشيست منطقة الصدر دي بتكبر، بتزيد، بترتفع لفوق كده، يبقى الشيست سايز انكريز، حجمها بيزيد. تمام. طب والاكسهيليشن بقى بيحصل العكس بالظبط. ايه هو العكس؟ بيقول دايفرام ريلاكسز ابورد. هو المفروض ان دايفرام موضوعه او مكانه الصح بيكون فين؟ بيكون موجود لفوق، منحني لفوق كده. فهو ما يقولك ريلاكس يبقى هيرجع لمكانه تاني، زي ما تقولك ايه، خد شويه ريست، ريح شويه، فانت بترجع لوضعك تاني. لو انت قاعد تنشن او قاعد مركز قوي، فانت بتبدا تريح تفك شويه من التنشنه اللي انت فيها. نفس الكلام هنا، الدايفرام بيكون يعني بيعمل الورك بتاعه، شغله ان هو يعمل اكستراكت داون لما بيحصل الانهيليشن. طب انا دلوقتي بعمل اكسهيليشن، فبيعمل الدايفرام بيعمل ايه؟ ريلاكس، ريلاكس، بيرجع ابورد لفوق تاني، تو اكسبل، تو اكسبل كربون دايوكسيد اوت، عشان يطرد الكربون دايوكسيد كله لبره. تمام. and the chest size decrease، بتلاقي ان حجم الصدر بتاعك بيكون ايه، رجع تاني وقل لمكانه زي ما انت متعود عليه. اتفقنا؟ خلاص فهمنا ايه الفرق بين الانهيليشن والاكسهيليشن. يا رب تكون جزء سهل، بس عشان هو ايه بيتكرر كتير في الاسئله. بيقول طبعا عشان احافظ على السيركيولاتري سيستم بتاعي يكون هيلثي، تو كيب سيركيولاتري سيستم هيلثي، عشان احافظ على الجهاز التنفسي بتاعي يكون صحي وما يكونش ما يضرش، احميه، احافظ عليه، ده حاجه مهمه جدا عندي، ده انا عندي كنز لازم احافظ عليه. ايه هو بقى؟ ازاي احافظ عليه؟ لك بثلاث حاجات. ايه هما ثلاث حاجات دول؟ حاجات صغيرين وسهلين بس انت خد بالك منهم. افويد سموكينج، اتجنب التدخين، اوعى تدخن. نمبر 2، eat fruits rich with vitamin C، يعني كل اورنج، كل ليمون، كل اي حاجه في كل اللي هو اليوسفي او السفندي، كل الحاجات اللي فيها كلها فيتامين سي. breathing clean air، يعني اقف قدام البحر كده واستنشق الهواء اللي كله يود ده، ويعني ايه، جدد دمك كده بهواء نظيف ونقي وبعيد عن الاكس هوستس والدخان وعوادم السيارات اللي احنا بنتعرض لها كل يوم. تمام. يبقى تو كيب ريسبيراتوري سيستم هيلثي، افويد سموكينج، ايت فروتس فريش، ايت فروتس ريتش وذ فيتامين سي. نمبر 3، بريزنج كلين اير، نفس هواء نقي ونظيف. تمام كده نكون خلصنا الريسبيراتوري سيستم. يا رب يكون لسون سهل وبسيط بالنسبه لكم وتكونوا استوعبتوه وكان يعني ظريف. لو محتاجين اي سؤال اكتبوه لي في الكومنتات، وباي باي.